ما حكم الجمعيات التي نقوم بعملها حيث نجمع اموالا في كل شهر يكون الدور على شخص يساعده ومن باب التعاون والابتعاد عن الاقتراض من البنوك؟ هذا يشبه البنوك لانه قرض جر نفع، فانت ما اقرضت زملائك الا بشرط انهم يقرضونك، وقد جاء في الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإن كان الحديث ضعيفا لكن أجمع العلماء على مدلوله وعلى أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، والنفع هنا أنك أقرضتهم من أجل أن يقرضوك، فهو قرض مشروط في قرض، هذا لا يجوز. نعم.